اليوم هذا الزيت مزبط معاك، شكون شفت الاسعار بعينيك؟ في لحظه تبدلت الاسعار، كان 1600 ولا دينار بالسويس. تو بالله عليك غدوه او عند السريين. اي تو مع السريين. وشوف الاسواق اليوم انت صارت تبدلت. ما راه اذا كان باش يتحيلوا راهو مصيرهم السجن. والله انت تعمل وهما يتحيلوا. اي كان مازال باش واحد يتخيل ولا انا تو جيت صدفه اذا كان تبدل. وريهولي اللي تبدل تو. كل هذوما 5000 و400 انا هو هذا كل شكون اللي بدلهم تو؟ يتبدلوا من غادي كذا مو في لحظه انت باش يخدم والحاجه تبدل باهي تو شوفوا هذا تصوروا هما تو شفت الاسعار انت اليوم غدوه ابعث شوف الاسعار تو يعرفوا الاسعار واللي مازال يلعب بسعر المواطنين وقوت المواطنين يتحمل المسؤوليه نتاعو كامله.